البابا فرانسيس، ومثل ما تعرفون زيارة تاريخية اللي صارت من فترة، وبعد ما شاف الوضع وهاي التفاصيل كلها يأمر بتخفيض الرواتب الكرادلة للحفاظ على وظائف الموظفين العاديين، وبالتالي هنا أمر بتخفيض بنسبة 10% وتقليص أجور رجال الدين آخرين يعملون بالفاتيكان من أجل الحفاظ على وظائف الموظفين العاديين بعد أزمة وفيروس كورونا. وقال أيضا أنه أصدر مرسوما يطرح فيه تخفيضات متناسبة يبدأ العمل بها من خلال شهر الأول من أبريل. وقال متحدث أن الموظفين العاديين لن يشملهم الخفض، وكثير ما يصر البابا على عدم الاستغناء عن العاملين. وأيضا لهنا يتراوح عدد رواتبها من بين 4000 و 5000 يورو في الشهر، ويقيم كثيرون منهم في شقق سكنية واسعة بإيجار يقل عن الأسعار السائدة في السوق، وسيتم خفض رواتب رؤوس الأقسام وأغلبهم من رجال الدين بما يتراوح بين 3 و 80%. كما طبعا ستعلق زيادات الأجور المتقررة حتى مارس 2023، وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال أرفع مسؤول اقتصادي في الفاتيكان إن الإدارة قد تضطر لاستخدام 40 مليون يورو من الاحتياطيات للعام الثاني على التوالي بسبب فيروس كورونا، ويتوقع الفاتيكان عجز يبلغ نحو 50 مليون يورو هذا العام، أي ما يساوي 59 مليون دولار. هذا الخبر الأخير اللي رصدناه لكم على مواقع التواصل الاجتماعي.